زريد ده نتشي كم لعمة تجد أظرفون في سشر سالي خفنك سقم سقم كم لعمة تجد سبد إيجن سن كراد أكيد تتفكروا في الصور زمان كيف تمشي للمصور ويصورك بالكاميرا هذه، بعدين الصورة نفسها تطلع 4 صور في ورقة واحدة ويقعد يقص فيهم ويساوي فيهم باش يعطيك ظرف صغير فيه 4 صور من الصور متاعك اللي صورتهم واللي درناهم قبل شوية. يعني هذا النوع من الصور تقريبا ما فيش حد منا ما عندهاش منها نماذج من طفولتنا لعند اليوم، واللي محظوظ منا أمه وأبوه دسولة نسخ من الصور هذه طبعا من الطفولة متاعهم، يعني من أنت صغير لعند تكبر وأنت تحتاج للصور هذه، يسجلوك باش تمشي للمدرسة، يوم داروا لك جواز سفر خاص بيك، يوم درت رخصة. يا أخي لعند اليوم اللي تتزوج فيه تحتاج صور زي هذا النوع لكتيب العيلة وغيرها من وتحتاج كذلك الصور للنوادي، لطلب تأشيرة، شهادة رخصة، عمل، بطاقة عضوية، والقائمة تدور. تقريبا اليوم ما فيش منا حد اللي مش محتاج للمصور من اللي يصور هذا النوع من الصور على الأقل مرة ولا 2 في العام، زي ما قلنا صورة للبطاقة، صورة للجواز، والثالثة العضوية النادي وزيد عليها. أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء، والحلقة الثانية هذه عن تطور استوديو التصوير. حنتكلموا أكثر عن المصورين الليبيين في الفترة المتأخرة من المستعمر الإيطالي. الحلقة اللي فاتت كان في يعني زي كانت تتذكروا معاي تكلمنا على شركة كوداك ووكيلها في ليبيا والمعلومات المتاحة المتعلقة بها اللي هي جدا مهمة كونها مرتبطة بالمدرسة اللي تعلم فيها أغلب الليبيين زي ما بتشوفوا. تكلمنا عن أقدم محل في طرابلس للتصوير اللي هو سنة 1898 وهو استوديو قصار، وبعدها جاء استوديو أليس ولا ألي، وتعرفنا على أهم الرحالة اللي مروا بليبيا وكيف الليبيين تعرفوا من خلالهم على شن هي الصورة. ويخي جبنا أبيات عن المصورات عمرها فات 130 سنة، وعن التصوير اللي كان في وقتهم اللي تقول طبعا تعجب فيها هل بهذاش بنعودها السنيوري كتر خيرة، صورني في وسط التصويرة، صورني أنا وأحمد وهو على الكرسي قعد. وتكلمنا على أقدم صورة وصلتنا للليبيين وهي صورة طبعا محمد العدولي من مدينة بنغازي سنة 1860، وتكلمنا على الديجريوتيب أن هي ربما تكون صورة يعني مشكوك فيها أن هي صورة عبد المسلاتي تكون في هذاك التاريخ اللي يقولوا فيها. بعدها الجنود الليبيين سنة 1963، وانتهينا بالحديث عن الكاميرا اللي يملكها ويصور بها سليمان باشا البروني. اليوم بنتكلموا على عالم ثاني وهو امتداد للعالم الأول اللي سقنا فيه أخبار الصورة والمصورين في ليبيا. وخلونا نبدو من الاستعمار الإيطالي لأن كان الفترة هذيك هي اللي فصلنا فيها احنا في الحلقة. ففي فترة الاستعمار الإيطالي وبعد ما استتب الأمر للإيطاليين بدينا نشوفه في استوديوهات التصوير يمين ويسار في طرابلس، في بنغازي بالذات، وفي المناطق الأخرى وحنتكلم عليها واحدة بواحدة. بدأت الصور توثق وتصور هلبة حاجات من حياة الليبيين عن قصد أو غيرها، يعني أحيانا غير مقصودة، وماهية الصورة حنتكلم عليها بعدين، وفي هلبة منها اللي نستفيد منها كوثائق وحتكون في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة عن استوديو التصوير، مش عن تكون عن استوديو معرفة، معدرة حتكون عن الصور.
لكن خلونا اليوم نتكلموا عن المصورين اللي بلاهم ما تكونش الصورة. خلونا نقولوا أن أغلب الصور الأولى اللي كانت لمدة الساحل وبدينا نسمع في أسماء استوديوهات للتصوير في الشرق والغرب. وخلي نبدأ بطرابلس بما أنها طبعا العاصمة وأكبر المدن الليبية. في طرابلس بدينا نسمع من السنوات الأولى من استتباب الأمر للاحتلال الإيطالي عن استوديوهات للتصوير زي مثلا استوديو فوتو رابيدو. واستوديو هذا كان الأول بعد الاستعمار الإيطالي لليبيا وكان أمام نادي الاتحاد قرب مسجد سيدي حمودة. كان فيه عمارة طيحوها بجنبها أوبرا ميراماري انضربت في الحرب العالمية الثانية وطبعا كملوا هدموها في العهد الملكي باش يديروا التوسعة على ميدان الشهداء. وهذا نموذج لهذا الصورة. هذا استوديو قديم هلبة وللأسف ما عنديش عليه معلومات كافية، لكن نعرف أنه كان موجود حتى فترة متأخرة من الثلاثينات على الأقل. وبعدين في طرابلس بعد استوديو فوتو رابيدو جي استوديو تاني مالكه ليبي يهودي اسمه اسم استوديو مصوراتي جناح، والمصور اسمه ركاح اللي بيولي بعدين شريك في استوديو أولى وكيله وكيل كوداك اللي تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت متاع جاك برافانيل. هذا قديم هلبة من البدايات متاع الاستعمار الإيطالي ونلقوله إعلان متأخر في جريدة طرابلس الغرب اللي تشوفوا فيها سنة 1952 في شارع الاستقلال. شكله حول غادي على فكرة تسمية الشارع جادة إدريس الأول زمان، استمر بها التسمية لمدة عام واحد وتغيرت لشارع الاستقلال. المهم المصور هذا كان قديم هلبة في البدايات قبل حتى براغوني. من دم نتكلم على براغوني، براغوني طبعا ما فيش حد تكلمت معاه وسجلت عنه معلومات في السنوات هذه كلها عن تلك الفترة إلا وذكر استوديو براغوني. وهذا المصور هو الأكثر شهرة في طرابلس واللي كان محط زيارة لكل الأسر الإيطالية في طرابلس وبعض طبعا ميسوري الحال من الليبيين في العشرينات حتى أواخر الأربعينات. وبعدين أصبح كل الليبيين يقدروا يزوروه أغلبهم بعد ما تحسنت حالة البلاد المادية نوعا ما. كان هذا في شارع وين؟ في شارع الوادي على يمين متاعك وانت متجه لميدان الشهداء والمحل شنيبة توا. بعدين هنبدأنا بطرابلس. بعدين في أكبر مدينة في شرق ليبيا اللي هي بنغازي بدينا نسمعه سنة 1922 باستوديو غايتانو ناشا في شارع فيا تورينو اللي هو شارع عمر بن الخطاب اليوم. وعلى فكرة الشارع هذا قبل هذين الاسمين كان اسمه فيا فرانشيسكان نسبة طبعا إلى الكنيسة الموجودة بالشارع واللي تعتبر أقدم كنيسة بها ترجع تقريبا للمنتصف القرن التاسع عشر. المهم ناشها هو تقريبا الأشهر على الإطلاق في مدينة بنغازي حتى خروجه من ليبيا سنة 1941 اللي يعتبر انشهار في البداية بصورة اللي صورهم في أول حملة عسكرية عليه مدينة بنغازي كمصور تابع للحملة العسكرية سنة 1912 زي ما قلنا. وصوره طبعا انشهار كذلك بصوره للمعتقلات وصوره لعمر المختار والقبض عليه وهذا بنجو عليه بالتفصيل. لكن وجب القول أنه فتح محله استوديو متاعه سنة 1922 وربما يكون عنده استوديو تاني قبل هذا لكن ما عندناش عليه أي معلومة لقلة طبعا احتكاك الليبيين بالإيطاليين قبل ذلك. ولكن من المؤكد استوديو في شارع عمر بن الخطاب هو اللي نتكلم عليه توه. وعلى فكرة دار عليه ولد بنته كتاب وترجمة للغة العربية عن الإيطالية وترجم مؤخرا من قبل الدكتور إبراهيم المهدوي بعنوان مدينة بنغازي من خلال عدسة مصور فوتوغرافي. ذكر حفيده فرانشيسكو بروستيبينو أن استوديو سنة 1941 تم العبث به وسرقت كل ممتلكاته وصار له تلف كبير لذاكرة المدينة اللي كانت في استوديو. قبل ما ننسى استوديو ناشا كان مبني من ثلاث طوابق ملك أسرته واستوديو في الطابق الأول منه. وللتاريخ
ساهم المصورات ناشا في طبع كثير من الكروت التذكارية لمدينة بنغازي عن وعن جمال طبيعة الجبل الأخضر، المدن الأثرية في الإقليم، وذلك من خلال اشتراكه في كثير من المعارض المحلية والعالمية. وأني شخصيا رأيت كروت من تصويره عند صديقي مجمع الصور الليبي هشام التجوري، أصلا من اسمه التجوري لكن من مدينة درنة، والصديق جمال المنصوري أصيل مدينة زوارة، وهادو حنجيهم ونتكلم عليهم في الحلقة الثالثة لما نتكلم عن الصورة الليبية، الصورة نفسها مش المصورين، ونتكلم عليه هو تجميع الصور القديمة من الليبيين واللي بفضلهم وصلونا صور هلبة عن مدن ليبيا مختلفة وعن ليبيا عموما. به في الفترة ما بين 1917 إلى 1929 نلقوا استوديو كارلو ديميتري، كان فيه كورسو، كان في شارع كورسو إيطاليا أو شارع الاستقلال لاحقا، كان عند هذا تصوره وصل إلى لقب فارس، يعني يبدو أن إمكانياته كانت أكبر من ناشا وعنده مكانة وحظوة عند الحكومة الإيطالية، بعكس طبعا ناشا اللي كان شعبي ومحله ثقة من قبل المواطنين. به بعد كارلو ديميتري سيب بنغازي سنة 1929 خديم كانه المصور فيتوريو دينامي، هذا كله بنغازي ها، لكن الاستوديو تعرض للأسف الشديد للتدمير في الحرب العالمية الثانية ولم يعلق له أي أثر. وهني نتأسف أن أغرب هذه الأشياء من تاريخنا، إما تعرض للتلف، السرقة، الإحراق إلى آخره. المهم هني بعدها نجولي استوديو نيكولا وأنتولا نيكوفيراكس، الأسماء اليونانية طبعا صعبة تنطق الحق يعني، وهم زوز خوت كانوا يخدموا في مصورات ناشا، أنتولا البنت مع أخوها نيكولا، ولما أفضت الساحة من المصورين أخذوا هم المكان واستمروا في التصوير حتى السبعينات، يعني لما مشي ناشا لإيطاليا على 41 هم أخذوا مكانهم واستمروا زي ما قلنا في التصوير حتى السبعينات. وعلى فكرة انشهار المصور بمصورات القبو عند أهالي بنغازي نسبة لخودهم اللي هو أخوهم هذا اللي كان شريك معاهم في التجارة، لكنه ما كانش مصور، اسمه تاكي المشهور بالقبو بسبب الحدبة اللي في ظهره، ومحلهم كان يقع في شارع دي مارتينو. وتشوفوا هنا الصورة متاع استوديو، عفوا صورة تصورت في استوديو وعليها الختم من الخلف. وهنا من خلال الاستوديوهات هذه اللي كان ملاكهم يهود ليبيين أو إيطاليين حيتعلم ليبيين ويتفرغ منهم يعني ويتفرع منهم استوديوهات تصوير يملكها مسلمين ليبيين. وهنا نسمع باستوديو أول ليبي مسلم مصور ومحلها بدي في أواسط الثلاثينات، وهو محل مني، محل أب المصورين الليبيين خليفة قدح الله يرحمه. بدون منازع خليفة قدح تعلم من الإيطاليين في فترة مبكرة، ولما شاف في روحه القدرة والأهلية غامر ودار محله بروحه، واللي بدو يعني يجوه الليبيين بدرجة كبيرة، اشتهر هلبة حتى فترة متأخرة. هذه صورة خليفة قدح في محله، طبعا خليفة قدح بدي مصور متجول وهذا بنولوله بعدين. طبعا بسبب الإعاقة في رجله كان الأمر صعب عليه يشتغل كمتجول، ومع هذا أنه اشتغل مصور مع إدارة المطبوعات والنشر الخاصة بجريدة طرابلس الغرب، وانتقل حتى مع السعداوي في مناطق غرب ليبيا، منها مشيته لجادو، ليفرن، الزاوية، وهذا نوعدكم حنتكلم عليه لما نتكلم عن تاريخ الصحافة في ليبيا. في المقابل في بنغازي استوديو اللي قابل استوديو قدح في طرابلس، طبعا استوديو قدح هو الأشهر في طرابلس زي ما قلنا، في بنغازي كان فيه مصورات علي الفلاح في شارع الاستقلال حتى هو، ولا مصورات الليبيين بامتياز في بنغازي، قدح الليبيين في طرابلس بامتياز، وحتى المناطق المجاورة لها الفلاح في بنغازي استوديو الأفراح والأعياد بامتياز. ما فيش عائلة من العوائل الأولى للمدينة اللي ما عندهاش صور من استوديو هذا في أواخر الثلاثينات حتى السبعينات. وهني بنبدو نشوفوا يعني مصوراتية من أهم المدن الليبية زي بنغازي اللي ذكرناها توا، ونشوفوا مثلا في مصراتة كمثال آخر عن أوائل المصورين، بما أنها هي أكبر المدن، ثالث أكبر مدن ليبية، أوائل المصورين الليبيين من الثلاثينات حتى بداية الخمسينات احتكر التصوير حقيقة مصورين إيطاليين،
ولكن أول وأقدم ذكر المصور وطني نجده مرتبط ببناية جنابة هادي والد الشاعر المعروف، وهذه نعدكم نتكلم عليها لما نتكلم عن العمارة في ليبيا. المهم نجد اسم محمد بارود اللي اسمه مرتبط بالصورة في مصراتة من بداية الخمسينات حتى يومنا هذا، وكان أول مفتاح المحل كان مشارك محله مع إبراهيم القايد في هذه البناية نفسها تحديدا. وإبراهيم القايد لا ندري إن كان مصور محترف أم شريك تجاري فقط، لكن اللي نعرفه أن محمد بارود إنسان جدا واسع المدارك، مثقف وعنده حس فني كبير، وكان عاد من مع أسرته من المهجر في تونس، يعني غادي وين خدي المعارف متاعها لعلم الخيال والصورة، وهني وظف كل مواهبه لخدمة مدينة مصراتة وأهلها، بعد أن كان أهل مصراتة يستعين بمصوراتية في الخمس وطرابلس وغيرها في كل شيء. المهم رأى السيد الباروني محمد بارود الفرصة السانحة لتوفير استوديو لأبناء بلده، وكان ذلك سنة 1954، يعتبر نوعا ما متأخر عن طرابلس وبنغازي. وبما أني ذكرت الخمس المنطقة اللي يمشونها أهل مصراتة زمان، ربما نعرج عليها. الخمس كان فيها مصورين إيطالي من بداية الاستعمار، الإيطالي اسمه ليبي، كان طبعا هذا ليبي متعدد المواهب، كان مصوراتي وصاحب سينما وبعدين تحول إلى مقهى وكذا، ولكن في الأربعينات سرعان ما أخذ مكانه الشاب المجتهد والمصور البالع منصور مجبر، اللي تعلم بدوره عن الإيطاليين وفتح محله بروحه بعد رحيل الإيطاليين في شارع الملك. للأسف محله تهدم، لكن الحاج منصور لا زال على قيد الحياة، ربي يطول في عمره إن شاء الله. صحيح فيها أشخاص هلبة في نفس سن وفترة قدح، والفلاح امتلك الكاميرات والتصوير، لكنهم بقوا غير محترفين. ولعلي نذكر بعض الأسماء منهم، يعني نذكر منهم في مدينة جادو مثلا في نهاية الثلاثينات المصور عليبي وشاح، وزي ما قلت كان هاوي زي هلبة هوات، وكان موظف في بلدية جادو في هذاك الوقت. في يفرن كان فيه مصورين، بعضهم فتح حتى محل زي مسعود عياد زقرار، وكان عنده استوديو. طبعا يفرن كانت عاصمة الجبل، يعني كان هي عاصمة الاقليم، وكان فيها اكثر الخدمات موجودة فيها. على اي حال زقرار كان عنده استوديو صغير يصور في العراء، احيانا ما تقدرش تصور الا لما تكون الشمس طالعة طبعا، وبعدين دار استوديو داخلي وتنظمت الامور. وجي بعدها متأخر شوية خليفة قجم، طبعا كأشخاص غير محترفين في التصوير كانوا هلبة، يعني تعلموا من الطليان وحنجوا على ذكرهم واحد يعني في 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 الحلقة عن المصورين غير المحترفين. لكن في يفرن واللي أرشيفهم معبي النت اليوم نلقوا صور لي المرحوم موسى فارس، واللي مصور مناسبات هلبة في الجبل، وهذا كان يصور قبل ما انتقل للعيش في إيطاليا في الثلاثينات وبعد رجوعه لليبيا في الخمسينات. وكان فيه خليفة بعيشو اللي كان يشتغل عند فوتو أولا تقني تحميض، ولفترة مش قصيرة قبل ما تتوفاه المنية في مصر في الستينات. بعدين حنتكلموا عليه مصور يفرن بامتياز عبد الله الشقروني. وخلونا توه ونولوا له شقروني بعدين خلونا ننطلق للشرق تاني، وفي مدينة طبرق تحديدا طلع أول استوديو تصوير المصورات المحترف الحاج بشير الطرابلسي. بشير الطرابلسي هذا درب مصورين تانيين اللي بنجوم في وقتهم، وكان مصوراتي حتى هو زي مصوراتي يفرن في العراء حتى هو، وكان يقوم بكل شيء بنفسه حتى التحميض، درب على يده الحاج خالد بوسميحة اللي ولا مصور طبرق بامتياز إلى في فترة طويلة. بعدين مدامنا موجودين في الشرق خلينا نتكلم على درنا. ففي درنا صحيح في بدايتها احتكروا التصوير اليهود الليبيين والإيطاليين، لكن أول ليبي تدرب على يد الإيطاليين ودار محله بروحه ومستمر لعند توه هو المصور الليبي المبدع عبد المجيد بالحولة اللي ولد توه المكلة، اللي افتح محله وخدم أهالي درنا من سنة 1948. درنا طبعا حاضرة من حاضر ليبيا، يعني في 48 مصور وكذا وكذا.
المهم بعد الحرب العالمية ولما خلت الساحة من المصورين الإيطاليين اللي كانوا يحتكروا المهنة وكان محلها في البياتسا مقابل جويدة الشلوي. وعلى فكرة كان يصور في المباريات في المدينة وكان الشباب يجوا للمحل باش يشوفوا الصور ونتيجة المباراة اللي صورها من المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه. طيب خلينا نولوا توا لأقصى الغرب في ليبيا وين نلقوا في زوارة أول مصور غير محترف كان ربما تعدد المواهب الصيدلي حتى هو والمصور صاحب السينما رمضان الهوش واللي خلى أرشيف كويس للمدينة. وهذا تعلم من الإيطاليين مباشرة على فكرة وجي بعدها أيضا مصور آخر غير محترف اللي هو محمد أحمد قري، لكن أول محل احترافي في زوارة والمنطقة الغربية كلها كان محل أبو بكر أمشية. كان يصور ولكن التحميض والطباعة تتم في طرابلس، وعلى فكرة هذا نفس الشيء ينطبق على المصورين الآخرين اللي حوالين طرابلس زي مسعود زقرار بالنسبة لليفرن. المهم محل مشيع كان عبارة عن محل صغير والتصوير يكون برا المحل في الشمس، لو صادف يوم ما فيه الشمس مش حتقدر تصور عنده. وكان يحط يعني في خلفية مختلفة وراك لما بتصور، وهذا نشوفوه في الأرشيف متاع العائلات في مدينة زوار. بعدها جي محل أكثر احترافية ليخلف الطويني وهذا كان في الستينات. المهم يعني في مناطق هل ربما ما نذكرهاش هنا، لكن هذا اللي عندي عليه معلومات إلى الآن من أقصى الشرق لأقصى الغرب. خلونا نولوا لطرابلس في الخمسينات نلقوا أسماء تبدأ في البروز، ولعل من الأفضل الحديث عن مصورات جيوفاني سبينيلي اللي دار محل في شارع ميزران بعد جدة مباشرة. وسبينيلي هذا جالي ليبي عيل صغير وهذه صورة ليه يوري في محله. وعلى فكرة سبينيلي كان يخدم عند براغوني قبل ما يدير محله بروحه. وفي نفس الفترة طلع محلات كازيلا وموشيرو وهذا بالك قبلهم بشوية. قبل ما ننسى، أول من دخل الصور الملونة في ليبيا هو جاك رافائيلي وركاح، أول من طبع الصور الملونة يعني تلوين يدوي، وهذا مثال في السبعينات عن التلوين باليد، صورتي مع الوالد وهذه بيضة وسودة وهذه ملونة مع أخوتي. طبعا الصورة بعد الكلام هذا ب30 عام، بس التقنية قعدت هي حتى السبعينات. وعلى فكرة أحسن من يدير التصوير في استوديو أولى هم الشابان الليبيان في هذاك الوقت علي زايد وعلي المسلاتي، هادو كانوا أحسن من يحمضوا في الصور في استوديو. بقى خلونا ننتقلوا لموضوع تاني أكيد بعضكم لحق عليه، الكاميرا هادي اللي هي البولورويد اللي كانت طبعا في هذاك الوقت حاجة كبيرة هلبة، حاجة فخمة هلبة في وقتها. خلينا ناخذ بها صورة كان قدرت نصور بها، ما بيتش دارت مكرت فيها. نعود لها تاني. سامحوني. نستنى دقيقة تتحمد قدام عيونك. كان فيه تعبير لطيف على فكرة زمان يقولوا فيه على هذا النوع من الصور، يقولوا نستنى الصورة تتقشر، لأن شفتوها كيف طلعت تقشرت واحدة من الثانية يعني. المهم تفصل بين ورقتين، واحدة للتحميض الجاف والثانية فيها المادة. على فكرة عندنا في أرشيف توالت 3 كاميرات من هذا النوع اللي توفرت في ليبيا عن طريق الوكيل لهم شركة شافكم لصاحبها محمد الفصاطوي اللي بنجوه بعدين في وقتها. باش ما ننساش أول صورة بالكاميرا هذه، أول ما صور بها كان الأستاذ محمد كرازة لما جت كدعاية لليبيا وكانوا أهدوا كاميرا هذه للملكة فاطمة وقتها، واللي أول ما صورت بها الجمعية النسائية الليبية. المهم ما عليناش، قبل ما يكون فيه تصوير سريع بالبولورويد هذه كنت تراجي 3 أيام باش الصورة متاعك تطلع. هذه تواني طلعت، بس في حالة استثنائية وخلوا
نولوا شوية للليبيين اللي بدت أسماءهم تظهر في الساحة الفنية. وأول واحد أدخل تقنية التصوير السريع كان المصور علي والي، وكان يسموا فيه أو يسموا في هذا النوع من المصورين في طرابلس ببوغردل، لأن كان يرفع معاه جردل المية مع صندوق مستلزمات التحميض وغيرها، وهذا حتى هو كان يدير بكري في التصوير، وكان مشهور بتغيير خلفيات الصورة زي ما نديره اليوم بفوتوشوب، أو أنا كانت بروحك في البحر ولا في إسرائيل ولا في حاجة زي هذه. طبعا كانت طريقة بدائية شوية ومضنية، وكان إمكانه ديما وراء الولاية، معروف اللي يبي يصور أي صورة سريعة يمشي عندها غادي من وراء الولاية المكان القارب تاعها. طبعا من المصورين اللي بين اشتهروا في وقتها من غير التصوير هذا السريع كان علي إبراهيم، كان علي إبراهيم الرياني في بدايته كان مصور متجول، كان فيه كذلك عبد الحميد الشماخي، والزوز هادو تعلموا عند براغوني وعند كوداك طبعا، اللي هما فوتو أولا اللي تكلمنا، يعني لما نتكلم عليه على كوداك ووكيله هي فوتو أولا، لأنهم كانوا يخدموا في الاستوديو متاع التحميض مش التصوير بس، لكن علي الرياني خدم في محل تصوير اسمه فوتو فيلم، صاحبه الطلياني اسمه مويو، أعطي المحل الرياني ووثق فيه يبعث له حصة من الأرباح، والمحل كان في شارع 24 ديسمبر في التقاطع مقابل مكتبة الفرجاني، واستمر طبعا المصور بعدها بعقود. الشماخي طبعا مع عمره دار محل خاص به، لكن استمر تقني ومصور في مع مجموعة من استوديوهات ومع الحكومة الاتحادية. في نفس الفترة نبو نمشي للمنطقة الأخرى اللي هي الشرق متاع ليبيا لبنغازي، في الفترة هذه طلع مصورين محترفين ليبيين هلبة زي مصوراتي رجب عبيدة سنة 1946 في شارع روما وقتها، أي شارع عمر مختار اليوم، وعلى فكرة هذا من أقدم شوارع بنغازي شارع روما بعد ما شقه الإيطاليين في التخطيط العمراني للمدينة سنة 1914، وبعد الاستقلال تغير اسمه لشارع عمر مختار. وللتاريخ كل اللي نقلت عنهم قالوا بجزم أن مصورات رجب عبيدة كان سنة 1946، لكن للأمانة في نفس الوقت نلقوا اسم رجب عبيدة في مصر كملحق عسكري بالجيش السنوسي، وهذا يعني أن استوديو اندار بعد هيك، يعني الله أعلم، لأن المهم يعني حنتكلموا على عبيد هذا لما نتكلموا على تكوين الجيش الليبي والاستقلال الليبي الحديث إلى آخره، لكن ما يكونش في مصر ويكون دار استوديو في بنغازي في نفس الوقت. المهم بعدين نسمعوا باسم عبد الحميد البيجو، بعدين نلقوا المصورطية والتخصص في تصوير الصور الشخصية، وكان من أول المصورين الرياضيين اللي عرفتهم ملاعب الكرة في بنغازي البيجو هذا. البيجو هذا نسمه اسمه، لكن نلقوا المصورطية في يعني تصوير الصور الشخصية وغيره، حنجوع على ذكرهم واحد بواحد ونعرفوهم بالأعمال اللي كانوا يديروا فيها. بعدين فيه مصوراتي ليبيا لصاحبه بن خيال مع شريكه الهدار بالقرب من ميدان شهرة، وكلهم كانوا في الخمسينات، والأخير افتح هذا محله سنة 1957. يعني بعدين جو مصوراتية زي فتحي عريبي اللي على فكرة عندها عدة كتب عن التصوير وتاريخه وطرقه، وتلاقيت معاه أول أيام ثورة فبراير في بنغازي قبل ما يتوفى رحمه الله رحمة واسعة، وهذه صورة لي للمصور. من الصحفيين المصورين اللي اشتهروا في إقليم طرابلس في زمن الحكومة الاتحادية كان فيه عبد الله الحراتي، كان مصور إدارة المطبوعات والنشر خاص بجريدة طرابلس الغرب، ومساعد مصور كان الأستاذ محمد كرازة، مش قلنا بكري كان معهم قدح لما افتح محله قعد مكانه فاضي جابلهم الصادق عبد الله. فعبد الله الحراتي بعدين كان ليه دور كبير في السينما وتاريخها في ليبيا، والكرازة هذا كذلك أصبح شخصية كبيرة وهو حي يرزق ربي الله يحرمنا منه
وإنسان رائع جدا حقيقة. المهم الحراتي دار جريدة ليبيا الناطقة واشتهر من خلالها، وهي عبارة عن سينما، وهذا موضوع تاني. وفي المهم بعدين في قسم المطبوعات، لأن حكومة اتحادية ففيه قسم مطبوعات في بنغازي، واحد في فزان، وواحد في طرابلس. قلنا في طرابلس، توا في بنغازي في الحكومة الاتحادية كذلك نلقوا أسماء لامعة زي سالم الفيتوري رئيس قسم التصوير، ومساعده كان عبد الحميد البيجو. سالم الفيتوري ذكرناه مبكري وانا اللي صور في القضايا، يعني المناسبات والافراح، المناسبات والمباريات والى اخره. في الحكومه الاتحاديه كذلك وفي فزان وفي نفس الفتره كان فيه بشير الكجيجي اللي كان درس في مصر وتعلم التصوير غادي في مصر، ولما رجع اصبح رئيس قسم المطبوعات في الحكومة الاتحادية فرع فزان. لا قليل من ثلاثة كان فيه شباب ليبيين هم اللي يخدموا بها. بعدين انشهر المصور عبد الله الشقرون اللي ذكرناه بكري، وهذا الشخص متعدد المواهب صراحة، فعلا كان مصور لمجلة المعرفة اللي كانت تصدر عن المركز الثقافي الأمريكي، وهذا ولع علم من أعلام السينما في ليبيا، وترجع أصوله لمدينة تفرن في جبل نفوسة. هذا اللي تشوفوا فيه وراء الكاميرا سينما اللي هي الخمسة سينما 35 كان يتجول 36 عفوا كان يتجول في أغلب مدن غرب ليبيا، يعرض في أفلام تثقيفية على فكرة في جريدة طرابلس الغرب، تكلموا عليه كأول ليبي عرف يشغل ويصلح أجهزة لاسلكي. قلنا كان يدور هلبة في ليبيا، وهذه الصورة ليه مع السيارة اللي يرفع فيها لما يمشي ويعرض فيها أفلام تثقيفية في مناطق مختلفة في ليبيا. على فكرة الجريدة اللي تكلمت عليه قالت إن هو خلى أدخل تعديلات جديدة في اللاسلكي وخلاهم يعجبوا به هلبة سنة 1949. وعلى فكرة أسرته تملك أرشيف ضخم من الصور والفيديوهات، ولعلي أفرد حلقة خاصة عن هذا الشخصية المؤثرة في الحياة الثقافية في طرابلس الغرب لاحقا، سواء في السينما أو التصوير أو أي شيء يتعلق بهذا الشيء. وبالنسبة للمركز الثقافي البريطاني على فكرة نلقوا عليه كلام هلبة، كان المصور متاعهم أحمد الطرهوني. كان المصورين ينعدوا على صبع سواء في العمل الحر أو المراكز التثقيفية والموظفين الحكومي الحكومة الاتحادية زمان. يعني إلى الآن احنا ذكرنا أسماء محددة، لأن التصوير ما أصبح شائع بالطريقة اللي هي شائع بها الآن، فيه هوات لكن قليلين جدا. كان فيه علي المغربي على فكرة، هذا في البحث الجنائي تابع وزارة الداخلية والأمن الداخلي، يعني يصور في مجرمين ومحاكم وغيره، وكان عنده نشاطات جانبية كان يصور ويتجول عليه بشكليتا ويبيع حتى في صور والمناسبات وفي نفس الوقت اللقاءات الرياضية والمناسبات الاجتماعية، زي ما تكلم على دهر مبكر وعلى بنغازي، فيه مصورين يمشي يصوروا في التظاهرات هذه الرياضية وبعدين يعلقوهم والناس يشوفونهم وغيره. وعلى ذكر التجول كان فيه مصور يهودي متجول آخر اسمه البكوش. على فكرة الكاميرا هذه اللي كان يسموا فيها الليبيين بوكس كان عليها اسم رولفلكس، للأسف الشديد طاح، وهي الكاميرا المعتبرة من المصورين الليبيين والجولين، وصورها كانت 4:6 من الحجم هذا. على فكرة عندنا واحدة من حالة أحسن من هذه في طرابلس، كان يملكها مصوراتي التقدم في نهاية التسعينات وبداية السبعينات، واللي على ذكر المتجولين بدأ جيل جديد من المصورين، وهذا المصور عصامي الأستاذ محمد كرازة اللي في المناسبة أحييه على مساعدتي للوصول للكثير من المعلومات. حقيقة يعتبر الأستاذ محمد كرازة موسوعة وشاهد على العصر. كرازة بدأ كمصور متجول وهذا تعلم شبه بروحه، وكان عايش في جادو لما شاف أول كاميرا في حياته عند عريبي وشاح، هذا عريبي وشاح اللي تكلمت عليه لما تكلمت عليه الهوات اللي ذكرناه كهاوي تصوير. كرازة أصله من ككلة، مولود في يفرن وتربى وقري في جادو، وكان تعليمه في طرابلس. يعني أبوه كان مدير محطة كهرباء، هذا علاش تجول في كل تركينة ربي طول في عمره. نسيت ندير تعريف بالمصور المتجول اللي كان منهم الأستاذ كرازة.
هو مصور على غير طريقة، يعني على طريقة تعليل الوالي اللي قلت لكم صورة وقتية زي البولورويد انت زمان بوغردل. المتجول تطلب منه صورة يصورك ويعطيك واصل، في اللي تدفع له وقتي وفي اللي تعطيه يعطيك واصل، تمشي للاستوديو يكون المتجول متفق معاه ويعطوك المصور التجول طبعا ويعطوك صورك. صورك طبعا في نهاية الخمسينات التصوير كان رخيص، يعني حق الصورة مع من 3 إلى 6 قروش، الصورة بحجم 10 في 15. وعلى فكرة أغلب المصورين اللي ذكرناهم حتى الآن كان جزء من تجارتهم التجول في المناسبات الكبار والمباريات والأعياد، يعني كانوا يعني يتجولوا ويمشوا كذلك الأعياد والمناسبات والمباريات خارج الاستوديو. طبعا بعدين بدأ كل شيء رخيص مع تقدم فن التصوير، يعني فيلم كوداك ولا ب 30 قرش، وهذه كانت أغلى حاجة هي الكوداك، التحميل كان 15 قرش. بعدين أطلع هذا النوع من الكاميرات ياخذوا فيلم 35، وخليني أوريكم نموذج منها هذا النوع. النوع من الكاميرا هذا طبعا تصوروا صندوق اللي محافظ عليه زي ما هو، ياخذ فيلم 35. وهذه العملية التصوير تطورت هلبة بما يقيس الزمان، وبدت تخش كل حوش الكاميرات هذه، يعني محافظ عليها كأنها شريتها أمس مع أنها قديمة يعني. زي ما قلنا وهذه فترة خارجة على فترة البحث متاعنا، وهذا النوع من الكاميرات كانت تجي في باكو مع شريط متاعهم، وزي ما قلت لكم أنا محافظ عليها ومن شركة كوداكا حتى هي، تقول طلعت أمس يعني من الباكو متاعها. على أي حال هذا النوع هو الأشهر واللي قعد حتى أصبح الصور الرقمية هي المشاعة. هذا تقريبا ما فيش حد عندهم كاميرا أو عائلة تسمى عائلة اللي ما عندهمش الفيلم هذا والكاميرات هذه. بالله قبل ما ننسى كان فيه كذلك عبد المنعم ناجي، وهذا فنان سينمائي فوتوغراف وفنان في الإخراج السينمائي كذلك وصحفي، وهذا حنجوه لما نتكلموا على السينما في ليبيا وتاريخها. وباش ما ننساش كذلك عبد الحميد الشماخي اللي كان في بدايته حتى هو متجول، واللي ذكرناه من بكري كان جدا متعاون مع كل المصورين الجدد في وقتهم، وكل حد نسأله يقول أحسن شخص تعلمت عنده هو عبد الحميد الشماخي، وهو تعلم بذاته يعني من الإيطاليين، وكان إنسان هادي ورصين وكذا. ومعلومة جانبية، الطليان راهو كانوا ما يبوكش تاكل خبزتهم، فكان يتعلم منهم بالسكوتي لين تفوق عليهم، خصوصا واحد ينقله لويجي اللي كان جدا دكنوني زي ما يقول الليبيين، ما يحبش حد يتعلم، وكان يعتبر الليبيين أقل منه. لكن ماركوني كان مدرسة، وكوداك فوتو أولى كذلك كانت مدرسة للشباب. الشماخي كان يعتمد عليه المعامل ويعتبروا فيه طوق النجاة ديما، لأنه كان يشتغل حتى خارج أوقات العمل. الشماخي صح كان مصور فوتوغرافي محترف مع المكتب الإعلامي للبوليس الاتحادي بزعامة الزنتوتي، ويحيى عمر المعارض المليونير اللي ولا مليونير في السبعينات المعروف في هذيك الفترة. وعلى فكرة الشماخي معمر دار محل خاص به. طبعا كل حد من الشباب في هذاك الوقت كان بارع في حاجة، لكن كان أبرع ليبيين في التحميض والطباعة، مش مصورين محترفين، كانوا تقنيين هم علي زايد وعلي المسملاتي والزوز، علي زايد وعلي المسملاتي والزوز تدربوا عليه براغوني. وعلى فكرة علي المسملاتي انصاب في عيونه مسكين ونعمين، كانت المواد المستخدمة جدا خطيرة في ذاك الوقت، راهو مش سهلة يعني، اللي هي زي النتريت وغيرها. وعلى ذكر وكالة كوداك اللي جبناه في الأول، كان فيه منافسين وطنيين بدو حتى هم في النص الثاني من الخمسينات، منهم شركة شافكم اللي ذكرناها بكري اللي قاعدة لعند اليوم. هذه الشركة كان مالكها محمد الفصاطوي اللي كان وكيل شركة أقفا، ولعلي عندي حاجة من شركة أقفا هنا للصور. هذه من شركة أقفا، كان موهوب يتقن عدة لغات منها الفرنسية والإيطالية. محله كان في شارع بوتشيني
كان منافس قوي لليهود وطلاينا في بيع مواد التصوير ومعداتها، وكان عنده حتى الآن يعني حتى آلات فوتوكوبي. كان مشاركه ليبي اسمه محمد ختم الهوني، بس مشاركه بالفلوس يعني، راجل تاجر كبير. كان فيه وكيل في بنغازي فتح فرع في طرابلس، وحتى هو خش المنافسة بقوة اسمه عوض الزني، هو أخو سليمان الزني متاع السينما اللي بنديروا عليها حلقة إن شاء الله. كان عنده محل قدام سينما ريفولي، وكان يجيب حتى هو كل ما يلزمه محل التصوير من مواد وحتى ما يحتاجه الهوات، وكان عنده المحل الرئيسي في بنغازي في شارع عمر المختار، فتحه في بنغازي في الخمسينات تقريبا بعد انتقاله من هو مع أخوه من درنا، وللأمان يعتبر متأخر شوية على شركة شافكم تاع الفصل. نكتفي اليوم بهذا القدر، مرة جاية نتكلم على شركات جديدة، استوديوات جديدة، وحنخصص وقت على كيفية قراءة الصورة، لأن الصورة راهي ما هيش مجرد هيك صورة وخلاص أو مناظر، هي وثيقة تاريخية. زي ما يقولوا الصورة هي خلف من ألف كتاب، وهذه الأيام كل من هب ودب يكتب على الصورة زي ما يبلي. ففي الختام لازم نشكر من أعانني ولو بمعلومات بسيطة عن هذه الحلقة، منهم الأستاذ القدير محمد كرازة، صديقي شعبان التايب وغيره. ونخص بالذكر موقع دايمة واللي قايمين عليه من أناس باحثين صادقين قلبهم على ليبيا، واللي يملكوا أرشيف حقيقي طبعا فيه مواقع ليبية هلبة هلبة طبعا وهمية، لكن موقع دايما هذا وقع موقع أصلي وفيه أشياء كثيرة جدا تهم الموقع الصورة الليبية وتاريخ الصورة الليبية. حنتكلموا في المرة الجاية عن تاريخ الصورة، أنواع الصور، كيف تقرأ الصورة كوثيقة تاريخية، كيف يعني تستجلب المعلومة من الصورة، كيف تعرف هل الصورة هذه مثلا في فترة زمنية معينة مش في فترة تانية، رأي الصورة وثيقة زيها زي كتاب، زيها زي وثيقة خلت تارك الأسرة بتاعك مكتوبة. الصورة ربما تكون أكثر أهمية بالأخص في الفترة اللي هذه بتاع 200 سنة من تاريخ الصور، وأصبح لها فرع وعلم خاص بها في العالم كله. نشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نتلاقوا الحلقة الجاية ونتكلموا بإسهاب عن تاريخ الصورة والتصوير في ليبيا، والحلقة الثالثة والأخيرة اللي هي الحلقة الجاية. صحيتوا ويبارك فيكم، وإلى اللقاء.